قادر عسود مدرسة ابن الخطاب عمر بن الخطاب. حول علي السفير الأول إسحاق فينا الزابي مدرسة الأعمال الامتياز. الترتيب الثاني محمد مفتاح بن فيل دار الامتياز. ابتداء من الترتيب الثالث، سامي رمضان العوكلي. اليوم طبعا عندنا مسابقة العدو الريفي وتحت شعار عودة الزاهرة. عموما هذا العنوان عمم على جميع مكاتب الدولة الليبية، وقعد شعار الإدارة العامة لمكتب النشاط المدرسة لمستوى ليبيا عودة الزاهرة. اليوم طبعا نحن بصدد تنفيذ الخطة العامة الإدارة العامة لمكتب النشاط المدرسي، وأول بادرة اللي هي مسابقة العدو الريفي. سبق المسابقة العدو الريفي قمنا بمهرجان الطفل وسميناه كذلك عودة الزاهرة في مقر مدينة الأهلي. إن شاء الله درنا عائدة وعائدة بقوة، وإن هذا الجيل سيخلف الأجيال القادمة، وإن القادم أفضل بإذن الله. نتائج اليوم سبق فيه. نتائج اليوم طبعا دار الامتياز على الترتيب الأول، برضو الثانية عمر بن الخطاب، ومدرسة عبد المنعم المهدي، مدرسة الشهيد عبد المطلب. اليوم النتائج كان أنه التالي: الترتيب الأول من نصيب مدرسة دار الامتياز، الترتيب الثاني مدرسة عمر بن الخطاب، أما الترتيب الثالث فهو من نصيب مدرسة عبد الفتاح الشهيد عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على أرواح شهدائنا في هذه الكارثة العظيمة، ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء. ما يخص هذه الانطلاقة وهذا المهرجان الرياضي الذي قام به قسم النشاط الرياضي بمرقب التربية والتعليم مشكورا بإعداد مناشط ترفيهية و ثقافية للخروج من هذه الأزمة والعودة بالحياة إلى مدينة درنا، فأعد هذا المهرجان ماراثون الجري الذي سينطلق من أمام مدرسة عزوز الثانوية إلى ويمر بوسط المدينة المتضررة، ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله، وربي يرد تعب دراونا ويدا بيد درنا حترد. شكرا، بارك الله فيك. معتز بالله صلاح المسوري من مدرسة مر العقول سنة أولى ثانوي، شارك المسابقة من مدرسة عزوز لعند شارع الفينار.
ان شاء الله نفوز. باي كيف شنو رايك من التظاهر هذه؟ لا التنظيم سمح وتصوير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين قدرنا تعود من جديد رغم الأسى والجرح، ولكن النشاط المدرسي فعل دور العامل النفسي للشباب، والحمد لله رب العالمين هاي فرحة الشباب، وإن شاء الله أول انطلاقة، والشباب ونحن معولين على الشباب حيبنوا المدينة بإذن الله، حننسوا الألم وتبدأ الحياة، وإن شاء الله ربي يعوضنا في اللي راح، ونترحم على الشهداء المدينة، والحمد لله رب العالمين، وشكرا للسلطة. الله نحن من الشلوي نفسنا أول يعنى عشان نفوز المسابقة إن شاء الله نفوز بإذن الله. ما شاء الله فعلا بإذن الله إن شاء الله المرحبين كل بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على شهداء مدينة درنة. الاسم نوح المسماري، الصفة معلم في مدرسة عزوز. التظاهر ضيائي انطلاقة من مدرسة عزوز نهاية إلى شارع الفنار لإرجاع الحياة في مدينة درنة بهمة الشباب، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع. في البداية تقدم واجب العزاء لأهلنا في درنة ولمدينة كافة على هذه الجارحة التي مرت فيها مدينة درنة والمدن المتضررة. جئنا اليوم لنشارك في برنامج ونشرف على برنامج العدو الريفي الذي تقيمه مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التربية والتعليم درنة، فتوجه من خلالهم إلى جميع سكان درنة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لنا. وأيضا نحن كوزارة التربية والتعليم يجب علينا أن نهتم ببرنامج النشاط وخاصة مدينة درنة لنخرج أبناءنا الطلاب من المحنة التي موجودين فيها، ونرفع من برنامجهم التدريبي والنشاطي. أيضا يحتاج منا إلى برنامج الدعم النفسي والنشاط الرياضي والنشاط الفكري، هو أهم وسيلة لإخراج هؤلاء الطلاب والتلاميذ من الجارحة التي مروا بها. شكرا لكم.